طرابلس لبنان افقر مدينه بتطلع البحر المتوسط، واغلب السكان اللي عايشين فيها هون عايشين تحت خط الفقر. هالمدينه عانت من حروب عمر الزمان من السبعينات ليومنا هذا، وخصوصا سنه 85 كانت ابرز الاشياء اللي صارت وقتها دخول الجيش السوري لهون ومجزره التبانه اللي راح ضحيتها تقريبا 1000 شخص او 2000 شخص، واللي انتهت هلا اخر شيء من كم سنه بتفجيرين مسجدين تقوى السلام اللي راح كمان ضحيتهم 50 شخص وكان من بيناتهم اطفال. هالمدينه عانت كثير وكانت رافضه هذا الظلم، وكل السكان اللي هون عايشين فيها رافضين الصوره اللي كانت عم تنحط عليها انها هي مدينه ارهاب مثل ما كان عم يحكي الاعلام، خصوصا لحديت ثوره 17 تشرين اللي غيرت الصوره العامه لهالمدينه وورجت للعالم كليته الصوره الحقيقيه لها. It is clear from the intensity of the artillery barrage around Arafat's headquarters in the center of Tripoli today that the Syrians are offering Arafat only two choices. Either he must ask them if he can leave or he must stay behind and die with his fighters. يا البيك المعاضيل وش الدات تنحايل يا دمك يا دم يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا يا دم يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا انا زياده يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا زياده يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا انا زياده يا ابويا والدمع يهب يا ابويا والدمع يهب يا ابويا البرودة بلش أوس على الأولاد اللي عم يلعبوا بالمروجيح، ترى صحيح عمرهم شيء بإجره شيء بكتفه شيء هذا، ناس صغار بلش أوس على الريح الجيب، دبكت المعركة. أول جزء من إكسبلور ذا إيدج كان بلشته لما كنت بالسعودية، الثاني بالأردن، الثالث بتركيا، الرابع كان بالكويت وقصة السجن، والخامس اللي هو هذا الجزء هون بلبنان بطرابلس، اللي هو كان المفروض يكون أول جزء مثل ما خططت له، بس بسبب إنه الناس كانوا كثير عم بيقولوا لي ممكن تتقوص إذا طلعت على الروف توبس، هناك في عالم سلحة، هناك في إرهاب، صرت مثل خايف من هذا الموضوع، بس بنفس الوقت أنه الصورة العامة هي لهالمدينة هيك، بس أنا متأكد أو أني شايف من خلال زياراتي اللي قبل لهالمدينة أنه هي منا هيك، وقررت أني أعمل هذا التحدي هون وخلصه. Was injured when a rocket slammed into this building close to one occasionally used by Arafat. About 5,000 men still with him. Informed sources here said as many as 5,000 heavily armed members of Tripoli's most powerful Muslim militia unit also back him.
طرابلس مدينة العلم والعلماء، مدينة بتخلط بين التاريخ والحاضر، وأبسط أمنياتها هالمدينة إنه تعيش بسلام مثل باقي المدن.